تعالوا ناخد اول سؤال النهارده في حلقتنا مع من الاستاذ محمد من المنوفيه. استاذ محمد اتفضل. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا استاذ محمد. يا حضرتك كويس الحمد لله؟ اتفضل يا سيدي. بقول لحضرتك انا كنت من حوالي سنه ونص كده كنت اشتريت. لا انا مش سامع حضرتك كويس. ايوه حضرتك سامعني كده؟ اتفضل يا استاذ محمد. ايوه دكتور. اتفضل سامع حضرتك دلوقتي يا استاذ محمد. انا كنت من سنه ونص كده كنت اشتريت قطعه ارض زراعيه تمام، وكان يعني المبلغ مش مكفي، فخدت مبلغ من والدتي بما يعادل ربط ارض زراعيه. حضرتك قلت لها انت شريكه معايا في الايراد ده؟ بالايراد ده؟ بالظبط. قلت لها انا هشتري الارض واكتب لك الايراد ده بعد بيني وبينك عند المحامي. طيب كتبته لها ولا لا؟ انا بعد ما اشتريت قلت لها اكتب لك، قالت لي لا انا مش عايزه ارض. طيب قالت لي انا مش عايزه ارض. فابتديت بعد فتره اكتب لها المبلغ اللي هو عليا اللي هو الدين اللي هو حق الايراد. طيب فابتديت تسدد لها الاموال. ابتديت اسدد فتره، وبعدين ايه الظروف ما كانتش متيسره ان انا اكمل، وعرضت عليها تاني ان انا اكتب لها الايراد، فقالت لي لا سدد لي فلوس، انا مش عايز ارض سدد لي فلوس. طيب وبعدين؟ فسددت لها جزء، وبعد كده برضو نفس الظروف هي قد ايه قد ايه قد ايه الجزء اللي انت سددته؟ يعني حوالي مثلا اقل من الربع كده. طيب على مده قد ايه؟ يعني سددت لها كنت اسدد لها كل شهر مثلا 1000 جنيه. يعني نفترض انت دلوقتي 4 أشهر يعني. سددت 4 شهور. طيب وبعدين؟ فانا برضو اكتر من مره عرضت انك تبلا الايراد، فهي كانت بتقول لا انا عايزه فلوس. وبعدين؟ وبعدين بقى جت بعد سنه ونص حاليا بتقول لا اكتب لي الايراد تاني. سنه ونص يعني انت سددت لها 18000 جنيه 18 شهر. لا انا سددت يعني حضرتك انا سددت جزء من الفلوس، انا ما سددتش الفلوس كلها. فدلوقتي هو عدى دلوقتي سنه ونص من وقت الشراء الارض. يعني سنه ونص انت بتسدد فيها ولا ما بتسددش؟ انا سددت 4 شهور بس، اربع شهور سددت فيهم. فكده كده 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 اتضح هي ليه بتقول لك انا عايز الايراد، لان انت تاخرت في السداد. تمام. طيب فين السؤال بقى؟ فهو دلوقتي حضرتك بتقول لي اكتب لي الايراد، فهل دلوقتي الايراد دلوقتي بقى ثمنه ضعف؟ هل دلوقتي هو من حقنا نكتبه لها بالسعر القديم ولا دلوقتي يبقى الحساب بالسعر الجديد؟ ده السؤال يعني. طيب اولا الحكايه دي المسائل مثل هذه المسائل دي مسائل منازعات، لاني انا دلوقتي سمعتك انت لوحدك، انا ما سمعتش والدتك، فانا لازم اسمع من والدتك، لاني في نص الكلام هي بتقول كلام انت ممكن ما تكونش سمعته، ممكن ما تكونش ايه سمعته، اللي هو ايه انت بتقول لها اكتب لك الايراد تقول لك ايه طيب لما تفضى، او مش عايزه دلوقتي. مش عايزه دلوقتي ده مش معناها ان هي مش عايزه الايراد، فاحنا لازم نسمع من الطرفين. انت دلوقتي انا عارف انت بتكلمني تقول لي لا هي ما قالتش كده خالص، ده اللي انت شايفه، لان معنى ان هي دلوقتي بتطلب منك ان هي تكتب الايراد ان هي ما كانتش رافضه تماما انك تكتب لها الايراد، او احتمال كبير تكون غيرت نيتها ساعة ما انت توقفت عن سداد الايه الاقساط اللي انت كنت المفروض تسددها لها. فده معناه ايه؟ معناه ان انا لو مفتي جيد يبقى انا ما اقدرش احكم على المسألة غير بسماع الطرفين. طب انا لو حكمت ليك انت هتاخد، او انا لو افتيت حضرتك هتاخد الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي وتروح تقول لوالدتك او الشيخ قال لي ان انت مالكيش حق غير تمن الايراد بسعره القديم؟ هو دلوقتي مساله خلافنا، وكانك انت مقر دلوقتي ان هي ليها ايراد. لو انت مقر ان هي ليها ايراد يبقى هي ليها ايراد دلوقتي، لان انت ما سددتش تمن الايراد، فانت كده ما خرجتش من الدين اللي عندك. فانت لو مقر ان انت هي ليها ايراد وانت بتسدد لها تمن الايراد، فانت ما اتفقتش ان انت بتسدد لها تمن الايراد وانت توقفت عن السداد، يعني هي ممكن ترجع لك ال 4000 جنيه ويفضل ليها الايراد اللي عندها، لان انت لسه لغايه دلوقتي ما استردتش الايراد عندك لان انت ما سددتش الدين. فملكيه الايراد لغايه دلوقتي لمين؟ لوالدتك، وانت تقاعست عن السداد. لو انت مقر ان هي كانت ليها ايراد انت ما استردتش الايراد منها،
هي ما زالت حتى الان مالكه للقيراط. وعشان كده عشان هذه التفاصيل اللي انت سامعها لازم اسمع من الطرفين. فالحل تتصلوا بينا انتوا الاثنين مش حد واحد بس، لان المساله دي مساله ايه؟ خلاف. احنا بنسميها بلاش نسميها مساله النزاع، المساله دي لا يحكم فيها الا بسماع الطرفين. لكن انا قلت لك اصول، ان انت لو مقر بان هي ليها الايراد فهي ما زالت حتى الان تملك الايراد، لان انت امتى هتسترد الايراد؟ لما تخلص ثمن الايراد. ده اللي واضح اللي انت متفق فيه مع والدتك، ان انت هتملك الايراد لما تخلص ثمن الايراد خالص، بس انت ما عملتش كده. مساله ان انت ما كتبت وما كتبتش، انت بدل مقر يبقى خلاص، بدل انت مقر يبقى خلاص. طب ما انت يا مولانا ما انت جاوبت اهو. لا بس احنا بنتكلم عن اصول الفتوى، واللي قلت لك ده اصل من اصول اللي هنبني عليها واحنا بنكلمك في الفتوى. ارجو يكون الكلام واضح يا سيد محمد، وكمان الكلام ده يكون واضح للساده المشاهدين.